تعرض قصة فيلم جون والحفرة وبالإنجليزية جون and the Hole قصة الطفل المراهق جون ذو 13 عاماً وتصرفاته التي لا يقدر عواقبها والتي تقترب كثيراً من حالة الفعل الإجرامي والاستعداد النفسي والجسدي لارتكاب جريمة ليعيش مرحلة البلوغ بنفسه بشكل مستقل بعيداً عن الأسرة وسيطرتها التي تحد من حريته. تبدأ قصة الفيلم مع جون وهو يجلس مع عائلته المكونة من الأب والأم والأخت على مائدة الطعام وكل فرد منهم منشغل بنفسه، وبعدها يكمل جون طعامه ويصعد إلى غرفته لينام، ويأتي والده إلى غرفته ويقول له بأن له مفاجأة تحت السرير، فينظر جون تحت سريره ويجد طائرة درون هدية له من والده ويفرح بها جون كثيرا، ويتعلم كيف يستخدمها ويدخل بها إلى الغابة، وأثناء وجوده يكتشف وجود مكان مهجور في الغابة عبارة عن حفرة عميقة جدا موجودة هناك، فيتشتت انتباهه عن الطائرة التي تعلق بأغصان الشجرة، ويتسلق جون الشجرة لكي يأخذ طائرته ويجرح نفسه في ذراعه ويرجع بسرعة للبيت لينظف الجرح قبل أن يراه أهله فيغضبون منه. وفي الصباح تتجمع عائلة جون على الفطور، ويكذب جون على والده ويقول له بأنه أضاع طائرته في الغابة وإنه اكتشف وجود حفرة عميقة موجودة في الغابة، ويسأل جون أهله عن الحفرة ويقول له أهله إنها كانت تستخدم سابقا كملجأ من الأعاصير القوية. وفي أحد الأيام وبينما كان جون يلعب في البيت ويضرب الكرة بأعلى السقف، تخرج أخته من غرفتها وتطلب منه أن لا يضرب الكرة بالسقف لأنها لا تستطيع التركيز في دراستها، ويقرر جون أن يخدر أهله فيضع لهم المنوم في أكواب العصير، وفي المساء يذهب إلى غرفة أهله وهو متأكد أنهم لن يستيقظوا بسبب المنوم، فيبدأ جون بسحب أهله إلى خارج البيت وينقلهم واحدا تلو الآخر إلى الحفرة العميقة في الغابة. وعندما تصحى أخت جون وتجد نفسها في الحفرة الكبيرة العميقة التي يصعب الخروج منها إلا بسلم طويل، تجد إلى جانبها أمها وأبيها نائمين، وتقوم بإيقاظهم لكي يعرفوا ماذا حصل لهم، ويسأل الأب عن ابنه جون الذي كان حينها مستمتعا لوحده في البيت، ويقوم جون بالاتصال بالبستاني المسؤول عن حديقة المنزل مقلدا صوت أمه، ويخبره أن لا يأتي ثانية لأن أبوه هو الذي سوف يهتم بالحديقة من الآن وصاعدا، ويأخذ جون سيارة والده ويسحب المال بواسطة الفيزا كارت ويشتري لنفسه طعاما ويأكل لوحده مستمتعا. تأتي جارتهم وصديقة والدته فيقول لها جون بأن والدته قد ذهبت مع والده وأخته إلى المستشفى لأن جده مريض وسوف يبقون هنالك لفترة طويلة وقد تركوه وحده بسبب دراسته. وبعد أن تذهب الجارة يذهب جون إلى الحفرة التي رمى أهله فيها وينظر إليهم إلى أسفل، وعندما تراه والدته تطمئن بأنه بخير ويقول له والده بأن يذهب إلى الجراج ليجلب السلم ليساعدهم للخروج من الحفرة، ويبقى جون صامتا وهو ينظر إليهم ثم يرمي لهم كيس الطعام والماء، وتفهم أخته من تصرفه بأن جون هو الذي رماهم في الحفرة، وتقول لوالدتها بأنهم في الحفرة بسببه، لكن الأم لا تصدق بأن ابنهم يقوم بعمل ذلك، ثم يتركهم جون ويرجع إلى البيت ويقوم بإخراج التلفزيون إلى غرفة الجلوس ويلعب براحته مع صديقه تشارلي أونلاين. يحاول الأهل الخروج من الحفرة لكنهم لا يستطيعون ذلك لأن الحفرة عميقة للغاية. وفي نفس الليلة تمطر السماء وتجلس عائلة جون في البرد والمطر في الحفرة. يأتي جون ويرمي لهم ملابس شتوية
وينظر إليهم ويتركهم بدون أن يتفوه بكلمة، ويدعو جون صديقه شارلي ليأتي معه في البيت ويقضي بضعة أيام، ويلعب جون مع صديقه شارلي في البيت لوحدهما ويهمل جون نظافة البيت. تحاول الأم أن تفكر في السبب الذي جعل ابنها جون أن يقوم برميهم في الحفرة، وتقول الأخت بأنه يحاول قتلنا يا أمي. فتقول الأم بأنه قبل أسبوع سألها عن البلوغ وأنه أصبح بالغا، فأجابته بأن البلوغ معناه المسؤوليات، وأحست بأنه شعر بالإحباط من إجابتها، وأنه يمكن أن يكون هذا هو السبب في رميهم بالحفرة لكي يتحمل مسؤولية نفسه وحده دون تدخل من أحد، ولكن بالطريقة الخاطئة. تأكل أم جون قشور الموز لإحساسها بالجوع لعدم توفر الطعام لأيام، وفي الليل يراقب جون أهله من خلال كاميرا طائرته الدرون، ويكون شارلي معه في البيت، ثم يصطحب جون صديقه شارلي لإيصاله إلى المحطة بسيارة والده. وعند رجوعه إلى البيت يجد صديقة والدته في البيت التي جاءت لتطمئن عليه، فترن على موبايل والدته فيرن الموبايل في الغرفة المجاورة، فتشعر بأن هناك شيء غريب، فتتصل بالشرطة الذين يأتون في اليوم التالي ليجدوا البيت فارغا، فتترك الشرطة البيت. أما أهل جون فهم في الحفرة وهم جائعين للغاية بسبب عدم توفر الأكل والشرب لمدة يومين، وتقول الأخت بأن جون سوف يتركهم في الحفرة ليموتوا من الجوع ولن يأتي. وفي هذه الأثناء يتدرب جون في حمام السباحة في المنزل لكي يتعلم كيف يكتم تنفسه تحت الماء لأطول فترة ممكنة، وفجأة يقفز البستاني لإنقاذه، فيقول جون بأنه يلعب لعبة، ويسأله جون ماذا يفعل هنا، ويجيبه بأنه يعمل لدى جيرانه وقد مر ليسلم على والده. يدعو جون البستاني لكي يبقى معه وأنه سوف يقوم بطبخ الطعام، لكن البستاني يعتذر ويقول بأنه سوف يمر على والده غدا ليسلم عليه، ويطبخ جون طعاما لأهله ويرمي لهم الطعام بالحبل، ويحاول الأب التمسك بالحبل للخروج، ولكن جون يقطع الحبل بالمقص، ويأكل الأهل الطعام، ويجلس جون في أعلى الحفرة يشاركهم في الأكل لأنه كره الوحدة وكره أن يبقى وحيدا في البيت، ثم يتركهم ويرجع في المساء للحفرة مرة أخرى، وينظر إلى أهله ويبكي، وتشاهده أخته وتشكره على طبخه للطعام وإنه كان لذيذا جدا، وتقول له بأنها آسفة، فيجيبها جون آسفة على ماذا؟ فتجيب الأخت لا أعلم على ماذا، وتذكره بمسابقة التنس وأن عليه التحضير لها. ينظر جون إلى أخته ثم يذهب ويجلب السلم، وعند خروج الأهل من الحفرة يذهب إلى البيت ليجد جون وقد انتحر في حمام السباحة في المنزل، ويركض باتجاهه لإنقاذه، لكنه كان يقوم بعمل تمثيلية لكسب تعاطفهم ولكي لا يقوم بمعاقبته بسبب ما فعله، وقد ظهر على جون الندم الشديد لما فعله بهم. والسؤال هنا، ما الذي سوف يفعله الأهل تجاه تصرف ابنهم جون الذي رماهم في الحفرة بدم بارد ووفق خطة مدروسة؟ الجواب، أول شيء قام بفعله الأب هو ردم الحفرة بالتراب، وبعدها يعرض الفيلم جون وهو يجلس على مائدة الطعام مع عائلته التي قررت عدم الخوض في الموضوع وكأن شيئا لم يحدث. يعتبر تصرف جون هذا تصرفا يصدر عادة عن مجرمين ومضطربين نفسيا، فقد أعطى جون لنفسه مساحة شاسعة من الحرية وفقا لتفكيره الشاذ ليعيش فترة المراهقة كما يريدها، بينما تعيش عائلته في الوقت نفسه في الحفرة جوعا وبردا تحاصرهم الأسئلة عن سبب تصرفه بهذا الشكل. وفي الواقع يعيش جون في رفاهية، فلديه منزل كبير وفيه حديقة كبيرة ومسبح،
ووالده قد أهداه طائرة درون الغالية الثمن من دون مناسبة، وعندما أخبرهم على مائدة الطعام بأن الطائرة قد ضاعت منه لم يظهر على والده أي ردة فعل غاضب، لكنه تقبل الأمر بشكل عادي، وهذا يدل على أن جون كان مدللا ومحبوبا وتلبى جميع طلباته، ولكن برغم هذا كله ارتكب فعلا إجراميا، ربما بسبب الرفاهية الزائدة، وربما لأنه يحصل على كل ما يريد، وأنه قد شعر بالملل وأراد اكتشاف أشياء جديدة. فيلم جون والحفرة هو فيلم أمريكي من إخراج باسكوال سيستو، تم اختياره لمهرجان كان السينمائي في العام 2020، وتم عرضه العالمي الأول في مهرجان سندنس السينمائي في العام 2021. تابعوني على قناتي، معكم في التقديم مع التحيات أنا سهير منير.